أكبر غلط ممكن ترتكبه إذا كنت ممرض؟ ولا أقول لك ليش أكبر غلط؟ ما هم يمكن 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ شفتاتكم، مستشفياتكم، مرضاكم، إنذاراتكم، خصوماتكم؟ هذه قناة مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. اليوم رح نتكلم عن أكثر 10 أخطاء بيرتكبها الممرضين، فإذا الموضوع بهمك اعمل هاند واشنج، البس جلافز، ولا تنسى الماسك، وتفضل معي. طبعا رح نبدأ بالنقطة رقم 2، لأنه النقطة رقم 1 أهم واحدة أنا تاركها للآخر. الغلطة اللي كثير من الناس بيرتكبها، خصوصا الناس اللي معهم خبرة سنين طويلة، إنه بفكر حاله أشطر ممرض بالدنيا أو أعلم أهل الأرض بالتمريض. مهنة التمريض تستوجب منك أنك تكون عارف كم هائل من المعلومات عن آلاف الأدوية والأمراض، وهذا الكلام ما بتوفر في أي إنسان في الكون. كما أنها مهنة تتميز بأنك لازم تكون أول بأول محدث باستمرار، يعني up to date. فما في إنسان يدعي أنه يمتلك العلم عن كافة الأمراض والأدوية اللي في الدنيا. فلا تقول لي أنه أنا أفهم ممرض بالكون، شو مكان وضعك؟ أضف إلى ذلك، إذا أنت متخرج من 40 سنة ومن يوم ما تخرجت ما قريت ولا كلمة ولا فتحت كتاب ولا أخذت ولا دورة، فإنت العلم اللي معك التغى من زمان أصلا. مهما عملت لا تتوقع أنه كل راتبك مال حلال. فبتلاقي الإنسان بيقصر في شغله ومع ذلك بيقول لك أنا حللت راتبي لسنتين لقدام. أخي الكريم، التمريض تخصص في كثير من الأشياء مطلوبة منك، تقريبا ما في إشي بالدنيا إلا وهو جزء من الجوب ديسكريبشن تبعك. فأنت مطلوب منك تهتم بالمريض، تسحب منه الدم، توديه على المختبر، تبعت المريض على الأشعة، تستقبل التقرير من الأشعة، تبلغ الطبيب النتائج، تأخذ الأوردرات منه، توصلها لمريضه، ودير بالك الأوردر للمريض مش إلك. تشرح للمريض شو هو مرضه، شو المضاعفات تبعه، شو هو الدواء، شو الآثار الجانبية المتوقعة له، تسمع للمريض، تحاول إنك تقدم له الدعم النفسي، وبعد كل هالحكي في جبل من الدوكيومنتيشن بيستناك. فما في إنسان بيقدر يوفق بين كل هاي الأمور بسهولة. ولو نسيت واحدة من الأشياء الكثير اللي قلتها أنا قبل شوي فيعتبر تقصير. فلا تقول لي أنا كل راتبي مال حلال واليوم اشتغلت عن سنة. أنت في أحسن الأحوال حللت راتبك لليوم. النقطة الرابعة، كثير من الممرضين بيكون بيعرف أشياء كثيرة عن شغل الناس الثانية وهو أصلا بشغله مش نافع. فبيجيك ممرض معين بيقول لك أنا اليوم ركبت إندوتريكل تيوب لمريض، يعطيك العافية، شغل التخدير، مين قال لك تتدخل؟ بيجيك ممرض بيقول لك أنا بعرف أركب تريكستومي، بيجيك ممرض بيقول لك أنا بعرف أعمل عملية الزائدة. طيب ماشي، شغلك أنت شاطر فيه؟ أنت آخر مرة قريت كتاب في تخصصك؟ أنت آخر مرة أخذت دورة؟ أنت تخرجت؟ من يوم ما تخرجت لليوم شو تعلمت؟ تعرف تركب الكانيولا من أول مرة؟ إذا أنت بشغلك مش نافع جاي تتعلم شغل الناس الثاني ليش؟ ولعلمك قانونا لو أنت عملت حاجة للمريض ونفعته أو حتى أنقذته من الموت وصار فيها قضية راح تتبهدل، لأنك اشتغلت شغل غيرك وما راح ينظروا أنك أنقذته من الموت. ولو قضيت على المريض ما راح تتبهدل لأنك قتلته، راح تتبهدل لأنك اشتغلت شغل غيرك. بعض الممرضين بينتقد غيره وهو أصلا بيعمل نفس الغلط وربما يكون أسوأ منه. فبتلاقيه بينتقد الممرضين الثانيين، بيحكي على منظرهم، بيحكي على لبسهم، بيحكي على طريقة كلامهم، وهو أصلا ما بتشغله بواب، بيكون أسلوبه زي الزفت، منظره زي الزفت، ريحته زي الزفت، علم ما عنده، أسلوب ما فيه، وبيحكي عن كل الناس إنهم مش ملاح. لما تكون بتتعامل مع المريض مهما بلغت درجة العلاقة بينكو ومهما بلغ الاحترام المتبادل بينكو ومهما حبك المريض، لا تحاول تخليه يأخذ عليك وإنت برضه لا تأخذ عليه. فالمريض مهما كان علاقتك معه كويسة ما بتعرف إمتى بيقلب عليك. لو مريض طلب منك إشي برا إطار العلاقة العلاجية بينك وبينه فبكل بساطة أرفض. وبالنسبة للبنات في اختراع اسمه assertiveness، يعني الحزم في التعامل. ما بينفع تخلي المريض يطلع فيك تطليع مش كويسة، ما بينفع تخليه يأخذ عنك فكرة مش كويسة أو يعاملك بطريقة مش كويسة أو يقول لك هاتي رقمك أو أو أو. بينه وبينك خطة علاجية، أخذ دواك، وقعت إني أخذته، شافك الدكتور، كتب لك الأوردرات، عملنا لك فحوصاتك، بعد هيك ما إلك. لا تناقش حدا بدون دليل علمي، وخليك دائما up to date. فكثير من الناس بكون متخرج من الجامعة بال 79 أو بال 96 ولا زال مخه شغال على العلم اللي أخذه قبل 25 أو 35 سنة.
تخصصات الرعاية الصحية كل يوم بتتطور وكل يوم فيها جديد، وإذا ما كنت كل يوم بتتطور فأنت إنسان مش مواكب التطور. بعض الدراسات بتقول إنه أي معلومة في التخصصات الصحية بعد 3 سنين تفقد قيمتها. لما يكون المكان أو المستشفى أو القسم أو البلد اللي أنت فيها مش عاجبتك، بكل بساطة اترك. في مقولة بحبها بتقول اعتزل ما يؤذيك، القسم مش عاجبك انتقل لقسم ثاني، المستشفى مش عاجبك اشتغل بمستشفى ثاني، الحكومة مش عاجبتك اشتغل بالخاص، الخاص مش عاجبك اشتغل بالجيش، البلد مش عاجبتك ارحل منها، لكن لا تظلك في مكان دائما بيسحبك لتحت ودائما بينزل معنوياتك ودائما بيمنعك انك تشتغل بضمير، وتيجي تقول انه والله لو بيحترموني كنت اشتغلت بضمير، لو بعطوني راتب زي الناس كنت اشتغلت بضمير، لو بشوف عدد اقل من المرضى كنت اشتغلت بضمير. لا تحط حالك في المصيبة وبعدين تتشكون منها. لما يكون غيرك احسن منك او صار احسن منك وانت مش قادر تصير زيه لا تحبطه. فلان صار معاه ماجستير مش عارف وين يروح بمصاري، فلان صار معاه دكتوراه علم نفس، يعني مجنون، فلان هاجر على امريكا، راح عند الكفار. شغله انت مش قادر تعملها لا تقول عن الناس اللي بيعملوها مش كويسين، ولا تخليك زي المثل اللي بيقول اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. لا تنسى انك انت جزء من هاي المهنه. بعض المرضى اللي راح يمر عليك خلال حياتك راح تكون انت الوحيد في حياتهم، الممرض الوحيد اللي بيشوفوه في حياتهم. فانت لا تحاول تخلي الناس تاخذ فكره زي الزفت عن المهنه من خلالك انت. بدك تعرف انه نظره بعض الناس للتمريض مش كويسه، بدك تعرف انه انت مسؤول عن نظره الناس تجاه المهنه، بدك تعرف انه جزء من الواجب تجاهك انه تحسن صوره المهنه قدام الناس، بدك تعرف انه بدك تطالب بحقك زيك زي غيرك. ما بصير اضل نايم بالبيت وبدي حقي يجيني لحد عندي، وما بصير اعمل اللي بدي اياه قدام الناس واجي اقول ليش الناس ما بتحترم المهنة. النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا بالذات للناس المتعينين جديد، إذا بدك توصل عند مسؤولك بكل بساطة اشتغل بضمير سهلة، اشتغل من قلب رب، ابتغي وجه الله في شغلك، وحاول إنه كل المرضى يطلعوا راضيين عنك، وحاول إنه كل مرضاك يطيبوا، وقول يا رب وفقني بس. أما معلم فلان اليوم متأخر أنت ما انتبهت، معلم فلان امبارح غاب السوبرفايزر ما خبرك، سيبك من قصة عصفورة المكتب، النفاق هذا ما بيكبرك عند معلمك، وأول فرصة بده يخلص منك راح يرميك زي ما بيشلح من رجله. النقطة الأولى وهي أهم نقطة، أكبر غلطة ممكن ترتكبها أنه أنت ما تشتغل بقصد وجه الله تعالى. دائما مش بس في التمريض لازم يكون مقصدك الأساسي والأول والثاني والثالث والأخير هو رضا الله سبحانه وتعالى. ودائما خلي بين عينيك قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقوله عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طبعا كل النقاط هاي من وجهة نظري الشخصية، والمهم رأيكم أنتم بالكومنتات. إذا في حدا عنده أي نقطة حاب يضيفها بتتفضل اضيفها بالكومنتات، وإذا في حدا حاب يناقش أو يعارض أي إشي برضو بنسمع لك، تفضل اكتب اللي بدك إياه. بنشوفكم في فيديو ثاني، سلام عليكم.